كما شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي الإلكتروني في المؤتمر الاستثنائي على المستوى الوزاري للمانحين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين برئاسة معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي السيد بيتر أريكسون وزير التنمية الدولية في مملكة السويد وبمشاركة سعادة السيد فيليب لازريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. قد وجه سعادة وزير الخارجية أمام الاجتماع كلمة أوضح فيها أن القضية الفلسطينية تعتبر واحدة من أقدم القضايا في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وأكد وزير الخارجية تقدير مملكة البحرين لدور وكالة الأونروا في خدمة ودعم اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الإغاثة ودعم التنمية لحوالي 5 ملايين شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان، وقال إن البحرين كانت وما زالت من المؤيدين الداعمين الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى مبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف. أضاف سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين كانت مساهما دائما في برامج الأونروا الأساسية منذ عام 2000 من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وقد قامت بإنشاء العديد من المشاريع التنموية المهمة في قطاع غزة بالتعاون مع الوكالة. أعرب سعادة وزير الخارجية في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لتنظيم هذا المؤتمر المهم، معربا عن تقدير مملكة البحرين العميق للعمل الجاري من قبل الأونروا وموظفي الوكالة وكذلك للدول المانحة التي تواصل مساهماتها في هذا العمل المحوري للوكالة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.